خالي ما في داعي للاستغراب، أنا حاببها لزينة ومستعد لكل طلباتكم. بس البنت انخطبت على إيديك. وليك قلت انخطبت ما تجوزت، يعني ببساطة فينا نفكس الخطبة إمتى ما حبينا. إيش بدهم يقولوا العالم علينا إذا فسخنا الخطبة؟ يقولوا شو ما بدهم يقولوا، ما منبيع لحمنا لواحد كلب حقه نص فرنك. هلا صار حقه نص فرنك؟ عقيل، شو في؟ خال، هذا مهاب طلع واحد قليل أصل، ولو كان صاير نصيب كنت بدي لوم حالي طول عمري. بس ما كان هيك رأيك، وقت جبرتني عليه. كنت حمار، وهلا كشفته على حقيقته. المهم خال، أنا رايدها لزينة وحاببها. وإذا بتطلب لبن العصفور أنا مستعد أقدم لها إياه. وراح أعززها وكرمها وعيشها أحلى عيشة. فكروا على مهلكم وردوا لي جواب.